والتي قامت بتقديم الترتيلة من السودان، إحدى خادمات بور سودان وزوجة أحد الآباء الكهنة. وضيوفنا النهاردة بعض ضيوف من أمريكا وهولندا وبعض الأفارقة. واحد بيقول على أين مكان جنة عد، وهل هي كانت على الأرض أم في السماء، وهل هي موجودة الآن؟ جنة عدن كانت على الأرض مش في السماء، بدليل إن قالوا في أربع أنهار كانت بترويها وحاجات زي كده. وموجودة فين أنا ما أعرفش، لو حد ورها لك يا ريتك تقولي ونروحها سوا. مزار يعني السياحة. واحد بيقول لماذا يسمح الله بتجارب تفوق طاقة البشر؟ والدليل على انها تفوق طاقته انه يقع في اليأس وفقدان الامل، فلماذا يسمح الله؟ الله لا يسمح مطلقا بتجارب فوق طاقة البشر. في كورنثوس الاولى 10 بيقول إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، وبيقول يعطي مع التجربة المنفذ. أما حكاية بدليل يقع في اليأس، اليأس ليس بسبب قوة التجربة، إنما بسبب ضعف النفسية. ولو كانت النفسية أقوى من كده هتحتمل. وممكن أي إنسان ضعيف في معنوياته تغلبه أي تجربة، فمش المشكلة في التجربة، المشكلة في النفسية. زي تلميذ مثلا مش مذاكر أي امتحان يقول ده امتحان صعب، بينما يكون امتحان في منتهى السهولة. واحد بيقول حينما كنت صغيرا خرجت من فمي نذور كثيرة، قعد يندر كثير، والآن وأنا كبير ومتفهم الأمور مستحيل أقدر أقوم بالوفاء بالنذور وضميري بيتعبني. تروح لأب اعترافك وتحكي له الحكاية دي، وهو يحاللك على اعتبار انك انت وانت صغير لا تفهم معنى ما تقول. واحد بيقول ما رأي قداستكم في موضوع دخول بعض الشباب والاطفال بالخدمة في القداس داخل وخارج الهيكل وهم ليسوا مرسومين، والاباء الكهنة يعرفوا ذلك؟ الحل بسيط، هؤلاء الاباء الكهنة يطلبوا أحد الآباء الأسقفة يرسم الأشخاص دول وتبقى المشكلة اتحلت، يعني مش حاجة صعبة. جاياني ورقة من أبونا سيودوسيوس بيقول تم بالفعل عمل الزرار الكهربائي لستر الهيكل وأصبح استعماله سهلا. مايسو الستارة دي تقيلة جدا وطويلة، فلما بيجوا يفتحوا الهيكل ما بيقدروش، ففي اسلوب ان بالكهرباء يفتحوا الستر. احنا نشكر على هذا الاهتمام. واحد بيقول يوجد شخص كان متزوج وترك المسيحية، هل زوجته تحل ليه؟ وهل يمكن لهذه الزوجة أن تتزوج مرة أخرى؟ هو مفروض أن الزوجة دي تطلب الطلاق منه والانفصال عنه وتشوف محامي شاطر يمسك لها القضية، لكن تقعد معاه مش صحيح، لأنها تضطر تخلف أولاد من دين آخر وضميرها هيتعب.
واحد بيقول حاليا أنا في المعاش من القوات المسلحة وأريد أن أدخل الدير للرهبنة، علما بأن عمري الآن 39 سنة ولم أتزوج حتى الآن ولم يسبق لي الزواج، وحاصل على دبلوم صناعي وأريد إجابة. إن كنت تصلح للرهبنة هيقبلوك، يعني ممكن تروح ياخدوك فترة اختبار. السن مش عائق، لكن المهم انك تكون انسان متدين وتقدر على الحياة الرهبانية، لكن ما فيش عائق نظري. واحدة بتقول أعاني من مشكلة كبيرة جدا في حياتي، إنها ما تفهمش في كذا ولا كذا. ممكن هتفهمي بالخبرة. سؤال، واحد بيسأل على إن بعض الطوائف المسيحية بتدخل الهيكل بالجزمة بالحذاء يعني، وهو شاف دي واستغرب. هو طبعا احنا ككنيسة ارثوذكسية شرقية لا نوافق على هذا ابدا، وباستمرار نخلع احذيتنا قبل ان ندخل الهيكل، كما ورد في سفر الخروج اكسودس اصحاح 3، وكما ورد في سفر يشوع اصحاح 5. قال له اخلع حذائك من رجليك، لان الارض التي انت واقف عليها مكان مقدس. واحد بيقول هل يجوز لشخص بعد ان يتزوج من فتاة ويكتشف انها مش بنت، وعشان ما يفضحهاش فضل قاعد معاها، وبعد مرور بعض الوقت يتركها لاهلها، وانه طلقها طلاق محكمة، هل يحق له ان يتزوج مرة؟ هو يقدم موضوعه للمجلس الاكليريكي. لكن عمليا اذا رجل تزوج امرأة ولم يجد انها بكر يتركها من نفس اليوم، لانه لما يعيش معاها في حياة زوجية معناها قبل هذا الوضع ورضي به، قبل هذا الوضع وراضي به. ما يجيش بعد شوية بعد ما يمشي في الحياة الزوجية يقول أنا أتركها لهذا السبب، يعني وضع مش سليم. إذا كان مش عايز الحكاية دي ما كانش يقبلها من أول يوم. دي المسألة دي قانونيا كده يعني. ومع ذلك الموضوع يتعرض على المجلس الإكليريكي. واحد بيقول إذا أصبحت الذات صنماً يعبد ومنافساً لله، فما هي الوسيلة أو الطريقة التي يهدم بها هذا الصنم؟ وهل يمكن أن يهدم في وقت قصير أم يحتاج إلى سنين؟ هو طبعا المسيح بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته، والذات ممكن أن تتحول فعلا إلى صنم، لكن تركها ممكن. أما حكاية وقت قصير أو طويل تتوقف على استعداد الإنسان وعلى عمق روحياته، فإذا كان عنده استعداد قوي وعنده روحيات عميقة ممكن هدم هذه الذات بسرعة. أشوف إن كنت أقدر أكلمكم على الذات في مرة أخرى، لأن ده موضوع طويل نسيبه الوقت، لكن ممكن يعني ممكن على الأقل بتدريب الاتضاع
وبمعرفة انه اذا اهتم بذاته بيخسر ربنا، وان حسب ما ينكر ذاته بيكسب ربنا. دي عايزة موضوع طويل مش وقت. واحد بيقول ان كان ربنا قد ذاق الظلم مررته الا انه يسمح به، فلماذا يسمح بالظلم؟ على الارض ربنا بيسمح بحاجات كتير، لكن اللي ما ياخدش حقه في الارض هياخده في السماء. ومع ذلك في آية كويسة جدا بتقول الرب يحكم للمظلومين في المزامير، الرب يحكم للمظلومين. وكتير ربنا لما كان بيشوف الظلم كان بينزل بنفسه وينقذ المظلومين. يعني المزمور بيقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص على نية. وفي بداية سفر الخروج يقول الرب إن أنا سمعت مزلة شعبي وصراخهم فانزلت له. وبرضو في تكوين 18 الظلم سببه فساد الإنسان، زي القتل مثلا، زي السرقة، ما في جرائم كتير ربنا على الأرض بيسمح لكن بيحاسب عليه. يعني كل إنسان بيقوم بالظلم ربنا ما بيسيبوش، بيحاسبه. ساعات يحاسبه على الأرض وساعات ياخد عقابه في السماء. نكتفي بده. أنا قلت لكم هديكم شيء بسيط من التاريخ، هقول لكم أمثلة بسيطة. في أشخاص كتير كانت لهم مكانة عظيمة في التاريخ مع أنه لم تكن لهم مناصب، ما كانش لهم مناصب أبدا، ولكن كانت لهم مكانة كبيرة جدا في التاريخ. من أمثلة هذا الأمر مثلا القديس الأمبرويس. الأمبرويس لم يكن راهبا ولا كاهنا ولا أسقفا، وكان مجرد راجل غلبان بيسرح بالجمل بتاعه، ومع ذلك أعطاه الرب موهبة معجزات وموهبة كشف، ونال مركزا كبيرا وأصبح هو ملاك هذه المنطقة. شخص ملهوش منصب ولكن ربنا اداله مركز كبير. من أمثلة الأشخاص الذين نالوا مكانة كبيرة ولم يكن لهم مراكز القديس سمعان الدباف. القديس سمعان الدباف راجل غلبان وبيشتغل دباف، ومع ذلك هو اللي قام بمعجزة نقل الجبل المقطم واستدعاه الأب البطريرك في ذلك الحين الأنبا إبرام بن زرعة. وكانت لهذا القديس مكانة كبيرة في السماء مع أنه على الأرض لم يكن له أي مركز ولا أي صنف ولا أي وضع له كليريكي أو كهنوت. من ضمن القديسين الكبار أيضا الذين لم يكن لهم مركز على الأرض القديس الأنبا إفرام السورياني. أنبا إفرام السورياني لا كان أسقف ولا كان أسيس ولا حاجة، وأرادوا أنهم يرسموه أغنوستوس ولا أبسلطوس، لكن كلمة أنبا كانت بتعطى قديما للذين تعتبرهم الكنيسة من الآباء وليس فقط كما يحدث الآن لرتبة الأسقفية. القديس الأنبا إفرام السورياني أو مار إفرام السورياني يسمونه عند السوريان قيثارة الروح، قيثارة الروح، ويسموه الملفان يعني المعلم. وله كتب من أجمل ما يكون في التأملات، وقد نشرنا بعضها من تأملاته
في الميلاد وتأملاته في القيامة في منتهى الجمال. وكان شاعرا من الشعراء الذين يتميزون بالرقة في الشعور وبالرقة في الأسلوب. وكان أيضا إنسانا لاهوتيا في أيام الأريوسية، كان بيألف تراتيل ترانيم بالشعر فيها العقيدة السليمة ضد ما كان يقوله الأريوسيون، واشتهر جدا. ومع ذلك ما كانش حاجة خالص، ولا حتى رتبة شماس كانت عنده، يعني حاولوا يرسموه أغنسطس ولا إبسلطس. من ضمن القديسين الذين أيضا روى التاريخ قصصهم وكانت لهم مكانة كبيرة، القديس أولوبيوس الحجار. وأنا أفتكر مرة طلعت لكم نبذة عن أولوبيوس، ما كنتوش تعرفونه بأن أشرحه لكم في يوم من الأيام. أهو رجل حجار وكان بيصنع معجزات، وربنا إداله موهبة كبيرة. من ضمن القديسين أيضا اللي كانت لهم مكانة القديسة مكرينة، أخت القديس باسيليوس الكبير وأخت القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس والقديس بطرس أسقف سباستية. كانت امرأة، ولكنها كانت القائدة الروحية أو المرشدة الروحية لكل إخوتها حتى قديس باسيليوس الكبير. ولما تنيحت نعاها أو يعني مدح سيرتها وطوبها أخوها القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، وقال إنها كانت معلمة ليهم كلهم. والخطبة التي ألقاها في يوم وفاتها أخوها القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس ترجمت إلى كتاب موجود حاليا في المكتبات عن القديسة مكرينة، وقادت كل إخوتها إلى الحياة الروحية، وصارت فيما بعد رئيسة ديش. بعض حاجات تانية عن القديسين اللي اشتهروا في الكنيسة، ومش بس ما كانش ليهم مركز، ده كانوا في الأول عايشين في حياة وحشة. القديس كبريانوس الساحر اللي آمن عن طريق عظمة القديسة يوستينا، وصار من القديسين الكبار في الكنيسة. وعلى فكرة في قديسين كبار لم يؤثر فيهم السحر. كان زمان الوثنيون ينسبون بعض معجزات المسيحية إلى السحر، حتى علامة الصليب التي كانوا ينتصرون بها ويتقوون في الرب، كانوا يعتبروا أن علامة الصليب دي نوع من السحر. ولذلك في بعض الأوقات كانوا يكتفون الشهداء ويربطوهم بالحبال علشان ما يستخدموش إيديهم في علامة الصليب، فكانت النتيجة أنهم يرشموا الصليب حتى برأسهم كده علشان يأخذوا قوة من الحكاية دي. وفي صحراء آمنوا نتيجة المعجزات اللي كانت بتحدث أيام الشهداء، مثل أثناسيوس الساحر
في قصة استشهاد القديس ماري جرجس، ومثل سدراخوس الساحر الذي آمن في قصة أنبا قسطور، وساحر أيضا في قصة استشهاد ماري بؤتر. يعني عمل كل ما يستطيع من السحر ودس له سما قويا ولم يأتي بنتيجة، فصرخ هذا الساحر وهو يبكي وقال له أنت أقوى مني. فحكاية السحرة الذين أخذوا مكانة في تاريخ الكنيسة من نوع الأشخاص الذين لم يكن لهم مركز وصاروا قديسين. نكتفي بالنقطة دي وترتيلة بسيطة ونخش في موضوع. قدس الإله الواحد أمين. قبل ما ابتدي المحاضرة عايز اقول في واحد بعت لي جواب بيقول يعني اعتراف معين، وبيقول في الاخر ولم اقدر ان اعترف به امام اي اب كاهن، فهل اعترافي امامك يرفع عني هذه الخطية؟ طبعا انا ما اعرفش انت مين، لكن ممكن تفوت علي اقرا لك التحليل وكفاية اللي بعته، تقول لي انا اللي بعت لك الجواب وانا اقرا لك التحليل ومش هقول لك حاجة. عايز اقول ان في ناس مشوا في الحياة الروحية بطريقة قوية ثم ضعفت حياتهم وفقدوا الدفعة الأولى القوية التي بدأوا بها. فما أسباب هذا الضعف في الحياة الروحية؟ وما أسباب هذا التحول؟ وكيف إن الإنسان يبتدي بالروح وينتهي بالجسد، أو على الأقل يبقى في الروح ولكن في ضعف؟ ايه السبب في ده؟ اول حاجة عايز اقولها ان الحياة الروحية ليست خطا واحدا يرتفع باستمرار، انما غالبية حياة الناس يوجد فيها ذبذبات في الطريق الروحي. يعني من العبارات المؤثرة في هذا المجال قول الكتاب في آخر سفر الإصحاح الثامن من سفر التكوين بعد قصة الطوفان، مدة حياة الأرض صيف وشتاء نهار وليل برد وحر لا تزال، حياة الروحية كده. لكن الفرق بين الناس الأقوياء والضعفاء إن الشخص القوي جاي يستضعف حياته لكن بنسبة معينة، أما الشخص اللي بيمشي في الخطية فحياته بتنهار تماما ولا يبقى فيه شيء. كمان هل الضعفات التي تأتي تكون أشياء مؤقتة ولا مستمرة؟ وهل هي خفيفة؟ وهل الضعف هو الأساس والقوة شيء فرعي، ولا القوة هي الأساس والضعف هو الشيء الفرعي؟ الحاجات دي مفروض ان احنا ناخد بالنا منها. يعني شوفوا شمشون كان عايش في أورشليم، وبين الحين والآخر كان يذهب إلى غزة ويتعرف بامرأة هناك. فكان حياته الأولى في أورشليم وسفروا الوضع الطارئ عنده، لغاية لما استقر هناك وبقى ذهابه إلى أورشليم هو الوضع الفرعي.
فهل الشخص اللي بيضعف بيصبح الضعف هو الأساس في حياته، ولا القوة هي الأساس ولكن الضعف أحيانا يأتيه لأول بعض؟ على أي الحالات نبحث عن الأسباب ونناقشها. أول سبب هو البعد عن حرارة التوبة. الإنسان في أول التوبة بتاعته بيكون عنده حرارة شديدة للتمسك بطريق ربنا ولتغيير حياته، لدرجة بعض الطوائف بتسميها التجديد. هذه الحرارة الأولى اللي بتتملكه بتدفعه إلى قدام دفعة شديدة، وجايز يكون عنده دموع كثيرة نتيجة التوبة. بعد ما بيبعد عن فترة التوبة بيتحول إلى وضع كما قيل عنه في سفر الرؤيا: أنت لست حارا ولا باردا، أنا مزمع أن أتقيأك. ويبحث عن الحرارة الأولى فلا يجدها، لذلك الإنسان اللي بيكون حار في روحه هو الإنسان اللي قال زي داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. يحتفظ بحرارته نتيجة تمسكه بتوبته. كتير من الناس بيخشوا الكنيسة ويفتكروا انهم سابوا حياة التوبة، دلوقتي دخلوا في الحياة الروحية، لكن سعيد هو الإنسان اللي يفتكر انه باستمرار في حياة التوبة، وباستمرار يحتاج الى الندم بتاع حياة التوبة والدموع بتاعت حياة التوبة والحرارة بتاعت حياة التوبة وانسحاق القلب بتاع حياة التوبة، وإلا حياته هتضعف. حياته هتضعف. لا تجعل تأثير التوبة الروحي يزول من نفسك، إن زال ذكر نفسك به مرة أخرى. ساعات الإنسان بيكون نقطة البدء في حياته في التوبة نقطة مش سليمة أو نقطة مؤقتة، زي تأثر بشخص روحي أو تأثر بعظة أو بكتاب أو تأثر بحادث من الحوادث، ولكن محبة ربنا ليست موجودة في قلبه. فلما يزول الأثر الأولاني يلاقي نفسه ضعف وما بقتش عنده المحبة اللي كانت موجودة في الأول والحرارة اللي كانت موجودة في الأول. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية أيضا البعد عن الروابط والوسائط الروحية. كلما كنت متمسكا بصلواتك وبالأجبية بتاعتك وبمزاميرك وبالتأمل وبالقراءات الروحية وبالاجتماعات الروحية وبالاعتراف وبالتناول ومواظب على كل هذا، تجد حياتك في حرارة مستمرة. إذا بدأت تبعد عن هذه الوسائط اعرف انك انت هيجي وقت تبحث عن روحياتك فلا تجدها. وحينما يفتقدك الشيطان لا يجد إلى جوارك إنجيلا ولا مزمورا ولا تأملا، فتصبح فريسة سهلة. جايز في إنسان أول ما يبتدي حياته الروحية يكون مواظب على كل هذه الوسائط الروحية، وبعدين يبص يلاقي فكر يجاله: وإيه يعني المزامير؟ وإيه يعني الأجبية؟ ما تصلي صلاة من قلبك، ما تصلي صلاة طبيعية روحية من عندك، وينخدع بهذا الفكر ويترك مزاميره وأجبيته ووسائطه الروحية
وبعدين يضيع منه حكاية الصلاة الروحية ولا يجد نفسه. حاول باستمرار انك انت تنمو في حياتك الروحية. توقف النمو بيجلب الفتور والضعف، توقف النمو بيجلب الفتور والضعف. اللي بينمو باستمرار حرارته تستمر باستمرار، زي عربية طول ما هي ماشية قدام تلاقي الموتور بتاعها ماشي والعربية سخنة، تسيبها تبتدي تبرد، تسيبها شهر من الزمن ما تحركهاش تلاقي الموتور بتاعها ابتدى يتلف. لازم يكون عندك حركة مستمرة نامية في حياتك الروحية، وإلا هتضعف. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية شكلية العبادة أو روتينية العبادة، حيث تتحول العبادة إلى مجرد قانون، إلى روتين بلا روح، بلا فهم، بلا عمق، بلا حرارة، مجرد أداء واجب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الوضع يجد إنه بدأ يضعف روحيا وحرارته بدأت تنطفئ، أو يشعر إن الصلوات بتاعته مجرد واجب، أو العبادة مجرد واجب، أو القداسات مجرد عادة يقوم بها، اتعود إنه يروح الكنيسة، اتعود إنه يتناول، بلا روح، بلا عمق، بلا فهم، أو إنه بيقول كلام قصاد ربنا ولا يدرك قيمته. كتير من الناس بيصلوا صلوات الأجبية دون أن يدرك معناها ودون أن يفهمها، مجرد ترديد ألفاظ ويخرج بلا نتيجة. إذا أردت أن حياتك لا تضعف، خذ صلواتك مجالا للتأمل وللعمق، وكل مزمور تعمق فيه وفي فهمه وفي معناه لغاية لما تجده سبب بركة ليك. زمان كانوا بيصلوا وبيقولوا بعض الآباء من حلاوة الكلمة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوها إلى عبارة أخرى. في واحد من الآباء كان المزمور 50 يقعد يصلي فيه ساعتين أو ثلاثة مش قادر يخلصه من حلاوة الألفاظ اللي فيه، كل لفظ ليه عمق. زي ما بيقول داود في المزمور: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. حاول إنك تأخذ المزامير والصلوات المحفوظة مجالا للتأمل وللتعمق في معناها عشان تقدر تصلي بروح وبفهم. لأن ليس المهم في طول الصلاة إنما في عمق الصلاة. العشار قال جملة واحدة وخرج بها مبررا، بينما الفريسي قال كلام كتير وما استفادش منه ولم يخرج مبررا مثل ذاك. ابتدي امسك صلواتك مجال للتأمل وللتعمق. احنا مرة قدمنا لكم كتابا عن مزمور واحد هو مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، وقدمنا لكم كتابا آخر عن مزمور الثالث: يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني. وقدمنا لكم كتابا آخر عن المزمور 50، وإن شاء الله هنحاول نقدم لكم كتب عندية. حاول تقرأ الكتاب وتشوف المعاني اللي فيه. صلاة الشكر برضو قدم لكم كتاب عندي، شوفوا ايه الكلام الموجود، ايه عمق اللفظ، ومتجد قلبك تشبع بالصلاة وامتلأ بروحانية الكلمات واصبحت تقولها بعمق.
لكن إذا قلت الكلام مجرد كر بلا فهم بلا عمق هتجد حياتك تضعف. كمان السرعة في الصلاة. أنا لاحظت زمان أيام ما كنا بنصلي التسبحة بهدوء في الدير كان الواحد بيقول الكلام وهو فاهم معناه ومتعمق فيه. بعدين كل ما الناس ابتدت يقوى حفظهم تكتر سرعتهم، يعني كل ما يحفظ التسبحة تكتر سرعته، وكل ما تكتر سرعته تقل روحانيته. تلاقي كتير من المعلمين قاعدين يقولوا بسرعة زي ما يكون واحد بيجري وراهم بكرباج، والفهم ايه؟ مفيش. الروحانيات ايه؟ مفيش. فلا تحاول انك انت تصلي بالسرعة التي تفقد فيها التأمل والعمق والحرارة والفهم. على رأي مارس قال اذا حوربت بهذا الامر قل انا ما وقفت امام الله لكي اعد الفاظا. إذا ضعفت حياتك الروحية ابحث عن السبب في ضعفها وحاول أنك أنت تعالج السبب سواء كان من جوه أو من بره. ربما من أسباب ضعف الحياة الروحية المتكئات الأولى. يعني المتكئات الأولى زمان وانت مبتدئ في حياة التوبة كنت تخش الكنيسة تقول أنا غير مستحق إن أنا أدخل الكنيسة، وربما تقف وراء عمود وتقول أنا مش مستحق يشوفني الناس حتى. دلوقتي بعد ما دخلت في المتكئات الأولى وأصبحت من القادة ربما تحولت من عابد إلى معلم. تخش الكنيسة تسبقك الهيبة والوقار وانت داخل تشوف تلاميذك وتشوف اولادك وتشوف النظام وترقب هذا وترقب ذاك، وانا مش عاجبني اللي بيحصل هنا ومش عاجبني اللي بيحصل هنا، وتنسى روحك تنسى روحك. وجايز في هذه الفترة تتحول من الروحانية إلى العقلانية. تتحول من الروحانية إلى الإيه؟ إلى العقلانية. يعني ممكن أي موضوع من الموضوعات الروحية تحوله إلى فلسفة وإلى فكر وإلى مقدمات وإلى عناصر وإلى نتائج وإلى واحد واثنين وثلاثة، وتلاقي بتفكر أفكار وبتجيب آيات وبتجيب مقتبسات ومخك بيشتغل وروحك مش موجودة خالص خالص. بقيت شخص عقلاني، شخص عقلاني بتشغل عقلك لكن ما بتشغلش روحك. صدقوني في كثير من الأحيان الواحد يمسك بعض المؤلفات اللي في السوق ويلاقي كتاب له اسم روحاني يقعد يقرأ فيه يجد بيشغل العقل بس والروح مفيش. بيشغل العقل كما لو كان دراسة، وكل شوية يقولك الآية دي في اللغة العبرانية مكتوبة كذا واللفظ ده يقصد به كذا، وفي ترجمة مش عارف كينج جيمس موجودة كذا، وفي ترجمة ناشونال مش عارف موجودة كذا، ونخش في أدوار بتاعت بحوث. طب وفين الروحيات؟ مفيش. خاف جدا من انك انت تتحول إلى الوضع العقلاني وتنسى الروحيات بتاعتك وتقرأ الكتاب للدراسة وليس للاستفادة.
كتير من الناس كانوا يجيبوا لي الانجيل اكتب لهم كلمه اقول لهم فيه اتخذ كل كلمه في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. اتخذ كل كلمه في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. واحيانا كنت اكتب للقراءه اليوميه والاستفاده الروحيه. اقرا لكي تستفيد، مش قراءه عقل او دراسه، اهو دراسه الكتاب موجود، لكن المهم في الروحيات. فاكر وانا لسه تلميذ في سنة أولى في الكلية الإكليريكية، وأنا تلميذ في سنة أولى في الكلية الإكليريكية، كان مقرر علينا كتاب للاهوت النظري كله فلسفة. ما انكرش إن أنا استفدت منه، لكن كتبت في كتابي في مقدمته العبارة الآتية: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الأمور العويصة، يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين إلى ملكوت السماوات، قد انسلوا داخلين إلى ملكوت الله. كويس ناخد معلومات في عقلنا، لكن لازم نتخذها مجال للروحيات. لو استبقينا الوضع العقلاني فقط هنضيع نفسنا. ده في ناس للأسف في بعض كنائس الغرب يقرأ الكتاب المقدس، الذي لا يوافق عقله ما يوافقش هو عليه وينتقده. وقرأت كتابا لأحد الأساقفة الغربيين يهاجم القديس بولس الرسول لأنه ما جاش على مزاجه في بعض الأفكار. حتى بولس الرسول العقل، عقل بيشتغل وروح مش موجودة. احترس من ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا مانع من ان تستخدم عقلك كوزنة من الله، لكن تستخدم عقلك بطريقة روحانية. اللي فيكم مثلا يقرأ كتاب القديس أثناسيوس The Incarnation of the Logos، تجسد اللوغوس، تجسد الكلمة، يلاقيه كتاب لاهوت، ويلاقيه كتاب روحيات، ويلاقيه فيه العقلانية وفيه الروحانية وفيه المنطق والفلسفة وفيه عمق الروح. هكذا كان الآباء لا يسمحون أن العقلانية تطغى على الروحانية. لا تجعل روحياتك تهبط إلى العقلانية، ولا تجعل قلبك يهبط من الحب إلى الروتين. استمر كما أنت في روحياتك، وحاول باستمرار أن تكون متحركا في الروحيات. يعني لا تقف عند وضع، زي ما قال بولس الرسول: أمتد إلى ما هو قدامي، أسعى نحو الغرب، أركضوا لكي تنالوا. هذا اللي موجود. باستمرار حاول انك انت تنمو في حياتك الروحية. من ضمن اسباب ضعف الروحيات تحولها من جهة الله الى الناس. يعني زمان كنت بتصلي صلاتك موجهة لله، دلوقتي صلاتك ممكن تبقى موجهة الى الناس. هيقولوا علي ايه؟ صلواتي امامهم صلوات حارة، اللهجة، الدموع، الحرارة، المنظر، جرالك ايه؟ الناس مالوا بيك؟ في صفاتك الروحية
تشتغل إيجابيا لكي تكون قدوة وسلبيا لألا تصبح عثرة. طب وربنا، هل أنت بتفعل الخير لكي تكون قدوة أو بتبعد عن الشر حتى لا تكون عثرة؟ ما مكان ربنا في قلبك؟ هل الناس أخذوا هذه المكانة؟ بتخدم عشان الناس يشوفوا نشاطك، علشان تاخد مركز في الخدمة، عشان ترتقي من خادم إلى مساعد أمين إلى أمين مش عارف أسرة إلى أمين عام. أنت فين؟ ما مركز الله في كل ما تعمله؟ ما مركز الله في فضائلك، في روحياتك، في صلاتك، في خدمتك؟ هل الناس أخذوا هذا الأمر أم ما زال الله كما هو؟ هل يهمك تعليق الناس؟ هل تخاف من التدقيق لئلا يسموه وسوسة؟ هل تخاف من السكوت لئلا يظنوه جهلا؟ هل تهتم بما يرضي الناس، بما يستحسنونه، ولا ربنا هو بالنسبة لك كل شيء؟ بولس الرسول بيقول لو كنت بعد أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. أحيانا يكون سبب ضعف الحياة الروحية الاهتمام بفضائل الجسد أكثر من فضائل الروح. يعني تلاقي الإنسان أهم حاجة عنده مثلا يصوم قد إيه، فترة الانقطاع إيه، الأنواع اللي ما يأكلهاش إيه، الكمية، لكن روحانية الصوم مش في قلبه. يهتم بعدد المطنيات، حاجة جسدانية، وما يهتمش بروحانية المطنية وما يصحبها من انسحاق، وما يصحبها من صلوات، وما يصحبها من تبكيت النفس. المهم أنا بضرب كم مطنية في اليوم. الاهتمام بالنوع الجسداني، يعني زي راهب يقول أنا ما أكلش اللحم، أنا ألبس خيش، أنا ما أتكلمش، الله، أنا أحبس نفسي في قلاية. اهتم بالفضيلة من جوه، اهتم بمحبة الله، اهتم بثمار الروح في حياتك. مين بيحاول يدرب نفسه عن المحبة والفرح والسلام وطول الأناه والوداعة والتعفف؟ مين بيدرب نفسه عندي؟ قليل لما كنت أشوف شاب يقول لي عايز تدريب عن سلام القلب، عن الوداع. يقول لك اديني تدريب في الصمت. ما هو الصمت حاجة جسدانية. يا ريت أثناء الفضائل الجسدانية تأخذ روحيتك، يعني بتاخد فضيلة أن يصمت اللسان لكي يتكلم القلب من الداخل مع ربنا. إنك لا تأكل من الطعام الجسداني لكي تتغذى بطعام روحي. لكن كثير من الناس يقفون في فضائلهم عند المستوى الجسداني فقط ولا يهتمون بالروحيات في حياتهم. يهبطون من الحب إلى الروتين، ويهبطون من الروحانية إلى العقلانية، ويهبطون من الاهتمام بالله إلى الاهتمام بالناس، ويهبطون من فضائل الروح إلى فضائل الجسد. من ضمن الأسباب التي تضعف الحياة الروحية المشغوليات الكثيرة، بحيث أن الإنسان يهبط من مستوى مريم إلى مستوى مرثى. أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، مشغول 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 على طول على طول على طول.
مشغول بالناس، مشغول بأمور العالم، مشغول بالوظيفة، مشغول بالمادة، مشغول بالدراسة، وقته كله ضايع. ايه المشغولية دي؟ كان في الأول هدفه الله وحده، دلوقتي دخلت أهداف كثيرة إلى جوار الله. كان وقته بيديه كتير لربنا، دلوقتي الوقت بيديه لحاجات كتيرة. ما هو الابن الضال الكبير قال لأبوه هذه سنين أخدمك، سنين هذا عددك، ولكن كان مشغول بالخدمة مش مشغول بربنا، عشان كده ما كانش قلبه مع ربنا. أصبح ربنا في ركن من حياته وجايز لا يجده، والوقت كله ضايع في مشغوليات كثيرة، ويقول لربنا إن حصل لي وقت أبقى أستدعيك. سواء مشغولية طارئة تأخذ وقت الإنسان، زي مرض مثلا، زي امتحان، زي عمل إضافي، زي ضيف جديد جه في حياته، أو مشغولية مستمرة. واحد يقول لربنا طب يا رب إيه؟ سيبني لغاية لما أخلص البكالوريوس وأنا أفضلك. بعد ما ياخد البكالوريوس يقول له طب استنى لما أخد الدبلومة أو الماجستير وبعدين أفضلك. وبعد ما ياخد الدبلومة أو الماجستير يقول له استنى لما أخد الدكتوراه وبعدين أفضلك. وبعدين مش هيفضلك، على بال ما يخلص يقول له ولا مؤاخذة أنا علشان أترقى من مدرس لمساعد أستاذ لازم أقدم بيبرز كتيرة، ولما أخلص البيبرز أبقى أفضلك. إمتى تفضل؟ زي الزوجة اللي تقول طب بعد ما أخلص من تربية الودة أبقى أفضلك، على بال ما تربي الودة يكون جالها ود تاني، على بال ما تربي التاني مفيش، ما اتعودت، اتعودت ما تديش وقت لربنا، اتعودت تهمل واجباتها الروحية، اتعودت تعتذر باسم العيال ومشغولية البيت. كتير من الناس ضاعوا بسبب المشغولية طارئة كانت أو دائمة. بعض الناس بتضعف روحياتهم لأنهم بيظنوا أن الروحيات هي مجرد العبادة، يعني الروحيات عنده هي الصلاة، هي الصوم، هي الكنيسة، هي الاعتراف، هي التناول، وما يفكرش أبدا في ثمار الروح، ما يفكرش أبدا في ثمار الروح اللي قلنا عليه. ازاي يصل مثلا للمحبة، ازاي يصل للسلام، ازاي يصل للفرح، ازاي يصل للتواضع، ازاي يصل للقداسة، للكمال، مفيش. هو فاكر الحكاية مجرد صلاة وصوم وخلصت على كده، وربنا يقول له اعطيني قلبك. انت فمك بيشتغل كتير لكن قلبك فين؟ يعني ممكن يكون بيصلي صلواته وفي خصومات بينه وبين الناس، ممكن يكون يصوم وفي كبرياء في قلبه، ممكن يكون بيحضر الكنيسة باستمرار وفيه قساوة في طبعه. ايه هي الروحيات؟ مجرد صلاة وصوم. مما يضعف روحيات الإنسان أيضا إن خطية أو شهوة تدخل إلى قلبه.
فتفسد عليه كل حاجة. الخطية دي زي فيروس كده معين يخش تلاقي الإنسان صحته ارتبكت كلها، مجرد فيروس ما يتشافش بالعين المجرد. اهي شهوة دخلت جوه وتمكنت واستولت على كل حاجة. زي مثلا إنسان تضعف حياته الروحية بسبب إنه تحول هدفه إلى الإصلاح، يقول لك أنا عايز أصلح الكنيسة. طب ومن أقامك قاضيا أو مصلحا؟ لا، ده ويل لي إن كنت لا أبشر. طب بشر، ينزل تخبيط في اللي رايح وفي اللي جاي علشان يصلح. ولكي يقضي على الزوان أو ما يظنه زوانا يتحول نفسه إلى زوان، وتلاقي الطبع بقى جديد والألفاظ بقت نار، وتلاقي الكلام والتشهير وغيره وغيره. مالك يا حبيبي؟ أنا بصلح. طب ما تصلح نفسك في الأول، ما تخرج الخشبة اللي في عينك قبل ما تدور على القزة التي في عين أخيك. حاجة عجيبة جدا، ويضيع روحياته وبعدين يبحث عن نفسه فلا يجد، يبحث عن نفسه فلا يجد. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية الكسل والراحة والاسترخاء وعدم الرغبة في أن يتعب من أجل ربنا، أو الفهم الخاطئ لمحبة الله، الله المحب الدائم المغفرة الطويل الأناة الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. طب أكمنه لم يصنع معنا حسب خطايانا أم نزود خطايانا؟ أكمنه لم يجازنا حسب آثامنا أم نستمر في الآثام؟ ويفتكر ان زالت التكاليف بين زالت الكلفة يعني بينه وبين الله ودخل في الدالة، الدالة اللي يصلي بيها وهو نايم ويقرأ الكتاب المقدس وهو بيشرب كوباية شاي، دالة. طب والدالة دي ما فيهاش شوية احترام؟ ما فيهاش شوية تقدير؟ ما الكسل والراحة. يجي ساعة النوم بدل ما يصلي يقول يا رب انت عارف اللي في القلب هي حكاية مجرد كلام، ما انت عارف، انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعرف اني احبك. هو كمنه قالها بطرس تقولها انت؟ من ضمن الاشياء التي تضعف الروحيات عدم استيفاء فترة الانسحاق في القلب، وخصوصا تحول بعض الناس من التوبة إلى الخدمة بسرعة. وفترة الانسحاق يقول لك لا، ده بيقول افرحوا في الرب كل حين، ويقول أيضا افرحوا الذين لم يعطوا الخطية فترة كافية من الانسحاق بيضيعوا ضياعا كاملا. الذين لا يؤدبون أنفسهم تأديبا قويا ويوبخون زواتهم ويبكتونها ممكن ان هو يضيع روحه، وممكن ان حياته تضعف بسبب انه لم يعطي الانسحاق الفترة الكافية. نكتفي بكده، اتفضلوا. صح. Yeah.
يتراحم الله علينا ويباركنا وليصبر على الوضع علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين في الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا النبيين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح والرحيم وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديس هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركته مقدسة وهبته ومعونته ورحمته ومشفاعته قد تكن معنا جميعا بفضل النور. اللهم صل على